احنا مشاهدينا الكرام نتواصل معاكم في مناوعة الأحد على قناة حنا بعد ضيفي المبجل نور الدين البيجي اللي استمتعنا بمجموعة من الأغاني الحلوة، ولكن مفاجأة نور الدين، خليني نستقبل الحكيمة سعيدة. يلا باش تعطينا الحظ وتعطي سي نور الدين. سعيدة مرحبا بك، تفضل سعيدة. مرحبا 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 سعيدة. أيا سعيدة مرحبا بك، طاولتك وتوا الكارت ما نشدوها في دينا، لازم نجيبوا سطوش. يا سعيدة يا سعيدة. أيا باهي سي نور الدين. سعيدة هي تقرأ الكارتة. أي. ولو في قراءتها يزوك تنتبه مليح، هي خصيصة اللي كنتي جات باش تقرا لك المستقبل والحاضر. وسي نور الدين معك. يلا مرحبا. لا والله لا يا نور الدين، والله لا، والله ورس خويا لا جاي افضل والله. سي نور الدين الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله بلادي تشد السكه ان شاء الله. وكاهو وكاهو مانيش طالبين للروح. ربي اللي عطى ربي نحمدوه الف ولا يزي والحمد لله. امك سي نور الدين سامحني. امي اه امك شو اسمها؟ سي نور الدين امك. لا قولها لها، قولها لها بس تحبش تحبش ما تحبش. زهره زهره يرحم زهره زهره على حلاوه. بسم الله بيا قلبك يا سي نور الدين، شبيك تعب؟ انا تعب يعني تعب فيش في صحتي؟ ما نعرفش تحب تسافر، عندك سفر، عندك طريق. عندي سفر ماشي له. عندي سفر هذا يقول لك عندك سفر ومنرفز فيه ماشي كاينك مقلق. لا ال 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 ما نحبش الفيزا اللي في تونس. واحد يشد الصف باش يمشي يسافر. السماح عندك سفر وعندك يعني فما قلق كما قالت. اي عندك سفر وعندك قلق فيه. اما باش تسافر وعندك فيه الفرح وماشي البقعه باهيه سي نور الدين، عندك اخبار ساره وعندك كسب باش يجيك. كسب اي كسب اي فلوس يعني باش يجيه فلوس. باش يجيه فلوس وباش يجيه كسب. تقول لي هذايا باش يجيه فلوس وكسب. اي عليه. علاش تضحك يا سي نور الدين؟ علاش نضحك؟ على الكسب. على الكسب نضحك. نضحك على خاطر على الكسب، خاطر ما يحب يقول لك ما فماش فلوس يا سعيده. لا لا فما فلوس ولاباس عليك. قلت لك فما سي نور الدين. لا فما فلوس وعندك خرجه وتبارك الله، عندك طريق باهي. شكون الانثى اللي ناوي لها تمشي لها تسافر لها انت؟ شكون اللي عندك في السفر؟ انت عندي؟ اي في السفر. مراه ناوي تسافر لها؟ عندي بنتي نحضرها. اي عند ماشيلها هي. اي هي عندك البنيه هذه اللي ماشيلها وعندك القوه وطريق باه. القوه عندي اي ماشيلها وعنده القوه وطريق باه وماشي قابل طبيب زاده. ماشي قابل. اي ماشي قابل طبيب. صحيحه سي نور الدين طبيب الحقيقه بربي صحيحه. اي عاد لا عاد ما هو قالت لك ماشي قابل طبيب وفرحه به الانثى وما بيناتهم التليفون وعنده كسب باش يجيه وطريقه باهي وعنده ديما هو والانثى اللي معاه ديما عنده تنرفيز من المراه اللي عندك. ما هو على الاولى في البيجي كاو. على الاولى في البيجي هذيك هي. سي نور الدين ولد بلادي. يموت على الاولى. هذاك ولد بلادي باش. باجي ولد بلادك سعيده. ايوه. سي نور الدين عندك طريق باهي وعندك مشروع باش تحلو عن قريب راه. اي عندك مشروع تخمم فيه وناويه في الطريق وفرح به. ان شاء الله. وان شاء الله ربي يسهل لك فيه. فماش حاجه اخرى؟ صحيح ولا لا سي نور الدين؟ ان شاء الله خير. صحيح قال لك صحيح. فركس لي على حاجه اخرى هكا. نفركس مثلا لهنا عنده ولده. انت عندك ولدك؟ ما عنديش ولد. عندك ذكر يحبك هذا شكون هذا؟ اللي يحبك هذا شكون؟ بالحق ولد بنتك. ولد بنتك ولد خوه. عندي خويا يحبني برشا. اي يحبك برشا وطريق باهي معاك وياسر يخمم عليك. عزدينا تحية لعزدين صاحبي وخويا. عندك فرحة العام هذايا، عندك فرحة.
شكون فرحة شكون هذيا؟ عرس شكون أو لما فرد الدار؟ هاي عندكم فرحة إن شاء الله إن شاء الله عندكم فرحة في العائلة خطوة بنته مش تعرف معرفة هي لا 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 قالك ليه؟ ليه عندك فرحة؟ هي صار صغيرة 16 هي سيزون هي سيزون صغرونة ما شاء الله تظهر تظهر فاخرة في وسط العائلة عنده فرحة في العائلة فرحة في وسط العائلة وهو فرح به وعنده سفر وصحته تقول لي لاباس وعنده مشروع ان شاء الله بالخير وطريقه لاباس سي نور الدين باهي معاه لاباس يا عيني سي نور الدين سعيده اعطتك برشا حاجات ايجابيه المستقبل ايجابي وخلينا نتفائلوا دقيقه ساعه خلينا نسالوا لولاب الباجي ايش تعمل السنين حشمه لولاب الباجي هو ان شاء الله تنجح ان شاء الله تنجح ما معناتها تنجح ان شاء الله لاباس ما تشوفش الفريق تشوف الاشخاص شنو ما معش بكشة ملا نور الدين عزيزي محمد سعيدة سعيدة مش تقرا محمد تو تو يجي وقت تو يجي وقته بالله والله يجي وقته معش وقت عليك هكا ما عادش علينا تي هو حبش شوية برك شوية برك محمد الكونديكتور لا قلبك شوية برك حاجة برك تعطيه محمد قلبك قلق شوية عندك القلق ولا عندك القلق وتخمامك زاد بالقلق عليه هكا القلق وديما تخمم على الكسب الكسب ضاع من يدك فلوس والله هاك جاي في الثنية ما دمني معاك جاي والله ان شاء الله هيا شكرا شكرا يا زي سعيدة خليه محمد مرة أخرى تو نشوفوا له بالكدا بالكدا هاكا يلوج على الكسب يلوج على الفلوس أهو أنت كسب هذيك هي مهمة محمد لعو إن شاء الله يا بيناتنا مش نزف لك خبر على الطاير في 30 ثانية انه باش تعود الكاميرا الخفيه في شهر رمضان بعنوان الكاميرا الزمنيه بدعم من السيد رفيق المجدوب من قريب يا صاحب البتي باشور اللي نوجه له تحيه يلا فاصل ما عادش وقت فاصل ثم راجعين مشاهدينا الكرام عدنا مشاهدينا الكرام خلنا نحكي على نور الدين الباجي نور الدين الباجي يمشي للتلفز الاخرى طبعا البرامج مسجله يبرف ويقعد ويحكي مع المنشط انا ثلاث سنين التالي لوحته في المباشر يغني تلفت لي قص للموسيقى قال له مسكتوا يا عبد الرزاق قال لي شنو الغنيه الاخرى اللي باش ذاك يا نور الدين راك في المباشر يا نور الدين والله العظيم يلا فار الفنانين المرصد اللي يشد الاغاني اللي ربما فيها اقتباس باش ما نقولش كلمه اخرى اعطيني جنجل فار الفنانين نستقبلوا وسيم العياشي في فار الفنانين وسيم العياشي وسيم العياشي تفضل وسيم مرحبا وسيم اهلا وسهلا خليني نقول النور الدين سي نور الدين وسيم العياشي يبحث على السرقات الفنيه وكل مره يشد لنا سرقه اي باش نكتشفوا معاها اليوم اش عندنا سي وسيم اليوم عندنا اسمهان اسمهان اخت فريد الاطرش اليوم اسمهان اسمهان جاب لكم الماكله كاو يا شيف يا شيف كاو سي نور الدين يا سي نور الدين يا سي نور الدين باش تاكل هذاك الكل كنتي والمهاب والدلاجي ومحمد العوني اما السرقات الفنيه مع الماك لا ما تجيش السرقات الاكليه شيف يعطيك صح انا ايش خليك برافو وين باش تمشي لا لا نحب شطحة اسمع الشيف بتاعي موسيقى هذه اكثر واحد موسيقى هذه موسيقى هذه اعطيني ترى على الموسيقى هذه اقوى يا صمت يعطي اقوى 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 الشيف تحية ليك تحية كبرى تحية كبرى للشيف نبيل اللي يعمل في مجهود كبير معايا في منوعة الأحد يلا نمشي وسيم بعد ما اي بل ما تبدا اذا فما كات ميزور اذا كان السرقات يدوموا كات ميزور كات مشويت ما يسموه سرقه لا الكل هالكل هالكل ها باش نشوفوا مع بعضنا نور الدين نشوفوا مع بعض اي الفقره انا ما بديتش بالكات ميزور ولا ويت كما قال الدلاجي ما بديت بالكل يعني كوبي كولي كامل ياخذ كامل كلها كلها اي اسمها هنا اغنيه حبيبي تعال الحقني
يا حبيبي تعال الحقني نجنا ترى ترى من بعدك هذيك هي هذيك خرجتها هي غنيتها عام 1940 من كلمات مدحت عصام من ألحان مدحت عصام وكلمات أحمد جلال وغنيتها قبلها كان تثبت من بعد ماري كويني لا 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 في مصر ماري كويني ممثلة مصرية كانت عطاوها لها في فيلم زوجة بالنيابة احنا نسمعوا توا اسمها ماري كويني مصرية لا ما تخاف مصرية غنيت في مصر عام 36 واسمها غاودتها عطاها هنا نفس الملحن والشاعر عام 40 لكن نسمع اسمها الاولى نسمع اسمها في معناها تاع اسمهين امشي للغنايه على ذكر دلاجي تو قال لك مقطوعه من شجره يكتبوا حتى الكلام كي ترجموه يعني هي بالاغنيه كوبيه من كوبيه كوبا من كوبا من كوبا كوارتير روماشين خرجت عام 30 الجروب كوبي والفنان اللي غناها هو انطونيو ماشين غناها في امريكا هبطت استيوانا وكان سفير الموسيقى بالولايات المتحده اوروبا مشهور في كوبا نسمعوا توا النسخه نتاع اسمها ال 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 الهوار فانيتو يعني اليتيم باللغه الاسبانيه خليني الصدمه الساعه خليني نستوعب الصدمه شكون قبل لحنها لا اكيد الكوبي تونسي المصري يعني زلنا توانسه كوبي امريكي لا هي كثير الكوبي المصري نتاعو المصري شكون لحن المصري هو مدحت عصام مدحت عصام مكتوبه الحان مدحت عصام خلينا في الصدمه يعني الغنيه هذيك نتاع اسمهين غناها مجموعه كوبيه قبل ولا بعد؟ لا قبل عام 30 عام 30 والمصري عام المصري عطاها عام 36 للمطربه الاولى اللي قبلها ومن بعدها عام 40 والمصري كان تعلم الموسيقى في انقره معناتها يقتبس زاده من برشا بلايص اخرين الملحن ومهتم بالموسيقى الغربيه اول ما ندخل تشيلو ودخل كونترباس للمصر في الفرق فهمتني؟ نسمعوا الاغنيه النسخه باللغه الكوبيه عبد الرزاق لو تسمع عبد الرزاق لو تسمع هو بيدو واكبر عيب اذا كان قيدها باسمه في حقوق المؤلفين هذا هو يتسمى لو كان قيدها باسمه هو اي مقيده في مصر باسمه لا حول هذه ميل ميزور موسيقيا وسي نور الدين سيد العارفين الجو الميلوديه هذه جو كوبا وجو امريكا اللاتينيه ما صحيح الخبر لا اعطيني السورس نتاعك
السورس انا زاد معلومات موجوده هذه اسمها سرقه وهذوما جروب معروفين سارقين خويا سورس ليه هو طلع كوبا وقت البارح شو حتى شيء ما يتخبى عطاك الملحم يدخل وعطاك 1936 وعطاك ماري في الفيلم غنيت وبعد يقول لك اللي الفرقه الكوبيه سنه 1930 مسجلتها ولا مشهور في امريكا مشهور في امريكا يعني ما عادش نجم تحكي هنا اعطانا البرهان الاكبر هذا الفار الشد اليوم هذا الفار الشد هذا الفار يدخل اي واحد يعني يرجع حتى في اليوتيوب يتفرج يدخل الجوجل ويشوف اموره يلقاهم يلقاهم بيان سور الفار ديما يشد لنا حاجات جدد شد لنا مشكور وسيم العياشي مشكور وسيم اللي تفك في الكل مش ولا يترعشوا منه يا ولدي توك مازلنا ما وصلناش عاد تو خلينا في البرة خلينا في البرة مشكورين الكل والله عديت معاكم جو كبير مهاش تورو محمد العوني دلا جينو انتوما يعطيكم الصحة في حضوركم الأسبوعي والإضافات اللي تقوموا بها وسيم أيضا مشكور نور الدين البيجي باش يقعد معايا في انتستار يلا فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود يعطيكم الصحة